إيش الفرق بين آدم وإبليس؟ الفرق هذا الله سبحانه وتعالى. الاثنين ترى عصوا يا جماعة، لاحظوا الاثنين عصوا أمر مباشر، ترى ما يفرق، هذا قال لا تأكل والثاني قال له أسجد، فالاثنين عصوا أمر مباشر. تفضل. بني آدم خلقه الله من شهوة، نعم، من طاعة، والملائكة نزع الله منهم الشهوة، فخلاص حياتهم لله في العبادة، كلها طاعة في العبادة. والحيوانات الله يكرم المستمعين حياتهم شهوة، فخطأ إبليس أنه من الملائكة أكبر من خطأ آدم اللي حط على حبل الخطأ وحبل الصواب. أول شيء إبليس ما هو من الملائكة، إبليس من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان في الملأ الأعلى لكن تربى هناك وشاف كل شيء. فصحيح كلامك، خطأ وغير مقبول، لكن شوف الله سبحانه وتعالى في تنفيذ الأمر مباشر الجميع متساوين عند الله سبحانه وتعالى، لكن مين يختلف؟ يختلف في شيء واحد، في الجهل. إذا واحد جاهل وما كان يعرف هذا أمر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، الخطأ اللي بسبب الجهل وانت أخطأت ما تعرف. لكن الفرق بين الاثنين إنه هذا الله سبحانه وتعالى كتب له ولذريته الصالحين من ذريته الجنة، وهذاك جعله مخلد في النار. آدم كان مع الله، آدم كان مع الله، وإبليس كان مع نفسه، قال أنا خير منه، أنا خير منه، كان مع نفسه، تعظيم نفسه والغرور والكبر وشوفت النفس. فاللي كان مع نفسه هلك، واللي كان مع الله نجا. هذه أهمية أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى دائما في حياتك، شوف فين مع الله وخليك مع الله. نوح عليه السلام فاض، اللي كانوا مع الله سبحانه وتعالى نجوا مع نوح، واللي ما كانوا مع الله خرقوا. أولهم ولده قال يا بني اركب معنا، تعال اركب في السفينة، قال سأوي لجبل يعصمني، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهدي، فلما شاء أمر قام الله سبحانه وتعالى بالعصاية. شوف شوف لما تكون مع الله بالعصاية، قال أضرب بعصاك البحر، فطلع فيه 12 طريق، لأنهم 12 فرقة كانوا بني إسرائيل، وعبروا البحر. سيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ ثاني اثنين إذا هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فإذا أنت كنت مع الله سبحانه وتعالى يهمك شيء؟ ما يهمك حاجة، ما يهمك. زمان كانوا يسووا حركات، يجي واحد واحد يكون مسؤول كبير، نشوف كده في دول مجاورة وفي دول العالم، واحد مسؤول كبير يعطي كرت عدم الاقتراب من هذا الشخص، هذا من جماعتنا وهذا معانا. جاءته شرطة، جاء المرور يوريهم الكرت، روح تفضل تفضل. ما بالك أنك أنت مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مع الله ما تشيل هم، إذا جاء إذا أصابك أي شيء في الدنيا ما تشيل هم، أنا مع الله. أكيد الله سبحانه وتعالى ما حيرضى للشر، خذوها قاعدة، الله سبحانه وتعالى لا يقدر الشر للشر، إنما يقدر الشر للخير. فإذا أنت كانت ردة فعلك لقدر الشر الجزع والقنوط وعدم الرضا، كان الله سبحانه وتعالى جزع عليك وغضب وسخط. وإذا كان ردة فعلك لهذا القدر الشر هو الرضا، وإنك تقول تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، تقول مستحيل ربي يقدر علي شر محض، مستحيل، هذا ربي، أنا مع الله، أنا